اهلا بيكم في محاضره جديده من محاضرات الجيمفولوجيا الساحليه. انا وصلت خلاص للسان الرملي. اللسان الرملي اللي هو يعتبر من اشهر ظاهرات الارسال بفعل الرياح. قدامكم اهو لسان الرملي. طيب شرط تكون اللسان الرملي ايه في الجيمفولوجيا؟ وجود جزيره قريبه من الساحل او خط الشاطئ. وجود جزيره قريبه. الصخور دي هي بقايا الرأس الأرضية اللي اتكسرت تحولت إلى جزر. طيب ارتطام الأمواج بيها هيقلل من قوتها، هيخليها تبدأ ترسب. ارتطام الأمواج بيها هيقلل من قوة الأمواج وهيبدأ تخليها ترسب أو تنكسر، فهتبدأ تلقي ما بها من رمال ناعمة بالشكل ده. بيئة خلابة وساحرة، سبحان الله سبحان الله على الجمال. طبعا احنا مشينا مسافة كبيرة قوي 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 عشان نيجي لسان الرملي ده. احنا كنا هناك المرة اللي فاتت خالص عند الخيام دي، مشينا كل الكيرف ده عشان نيجي منطقة اللسان الرملي او التومبولو. خد بالك باللغة الايطالية تومبولو هو لسان رملي، وطبعا ده بيكون شائع جدا في السواحل الايطالية على البحر المتوسط، وبتكون بيئة هناك متشابهة شوية مع البيئة بتاعتنا. في لسان رملي كمان هنا اهو، هي المنطقة كلها عبارة عن مجموعة من الألسنة. وطبعا بذكركم ان الألسنة من ظاهرات الجيمفولوجيا الساحلية الرسوبية او ظاهرات الإرساب البحري. طبعا مهم قوي ان انا اعرفكم عليها، لان احنا مفتقدين للأشكال الجميلة دي في اسكندرية بسبب طبعا التدخل البشري والتحكم في خط الشاطئ. وانا من عشاق الجيمفولوجيا الساحلية، وده تخصصي الكوستال جيمفولوجي. فعايزة اوريكم كمان اللسان الرملي ده، لسان رملي مثالي. وادي الجزيرة، زوم ان كده على الجزيرة اللي هي السبب الاساسي لتكون التومبولو. وجود جزيرة عشان خاطر ترتطم بها الامواج، تنكسر، ترسب، تكون لي اللسان الرملي ده. طبعا بيتكون من رمال ناعمة جدا. ولسه كمان عايزة اوريكم الممشى. الشباب هناك طبعا واقفين في المنطقة دي، لان هي من اشهر مناطق باجوش اللي هي بين شطين ومية. انا رايحة لها اهو عشان اوريكم اللي هي بين شطين ومية. المية هنا هادية جدا جدا جدا، بس مش ناس كتير بيجوا هنا، كلهم بيروحوا الناحية التانية، الخليج اللي انا كنت فيه الاولاني اللي صورت لكم فيه، هو الخليج الرئيسي، عشان دي بعيدة قوي. يعني بنمشي حوالي كيلو او كيلو ونص عشان نوصل للمنطقة دي اهو. عايز اوريكم شكل اللسان الرملي كده اهو، بين شطين ومية. هنا بحر وهنا بحر، وادي اللسان اهو الرملي اللي انا ماشية عليه دلوقتي. انا ماشية عليه اهو دلوقتي اهو اهو اهو، انا ماشية اهو بين شطين وايه ومية. ادي اللسان اهو، ادي اللسان اهو، او التومبولو. التومبولو المصطلح الايطالي او الاسم العلمي اللي احنا كظاهره جيمفولوجيه بيتقال عليه تومبولو او لسان رملي. خلي بالك في ظاهرات ارسابيه كتير قوي، بس دلوقتي اللي متحقق عندي هنا التومبولو ده او اللسان الرملي ده. ما عنديش الحواجز بقى الجذريه والكلام ده، لا مش موجود عندي. فانا حبيت ان انا ايه اوريكم المنطقه الجميله دي او اللسان الرملي ده، تحفه ده. الناس اللي عايزه تعرف احنا فين بالظبط، المنطقه دي ديزني بيتش، قريه ديزني بيتش. برضو احنا كل ده في باجوش. احنا كنا فين الاول؟ كنا بعيد خالص خالص هناك عند الراس الارضيه دي، الراس البحريه دي عفوا. مشينا بقى كل ده مسافه كبيره طبعا قوي عشان اجي اصور انا اللسان الرملي ده واشوفه، لانه بصراحه من اروع 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 الظاهرات الجيمفولوجيه الطبيعيه الجميله. خدوا بالكم ان اللسان الرملي ده طبيعي، ان انا بتمشى عليه ده طبيعي، يعني من صنع الطبيعه. في بعض الكرة في الجونه بقى وفي الساحل الشمالي والحاجات دي بيعملوا السنه رمليه صناعيه. ليه؟ عشان تبقى ممشى كده يقسم البحر نصين، زي ما انتم شايفين كده يقسم البحر نصين كده اهو. بصوا اهو كده عشان يبقى ممشى كده السياح يتمشوا عليه. في الغردقه في كده خلاص، في برضو حاجات بس اصطناعيه مش طبيعيه. اللي احنا فيه ده طبيعي من صنع الله سبحانه وتعالى. طبعا اجمل خلقه يعني سبحان الله. المكان تحفه يا شباب، لازم تزوروه على فكره. انا بصور لكم مستمره في تصوير الظاهرات الجيمفولوجيه الساحليه
في منطقة بجوش معسكر جامعة الإسكندرية. هنا طبعا هنا منتجع برضو قرية صغيرة كده. استجمام استجمام يعني، ولا تقولولي جونة بقى ولا ايه ولا مراسي ولا ايه، بجوش وبس. اشوفكم ان شاء الله على خير في محاضرة جديدة. تحياتي دكتورة أسماء الكرش، وإلى اللقاء.